قال لها الا مشيتي تحمي مسؤوليه بنتك. وقلت له فين النعاسه؟ قال لها بقاي هنا تدخل براسها اللي خوك هنا الصباح. ملي كان معمشي حتى قالت لها تحمي مسؤوليه بنتك سني الورقه وديها. وعطي الباء ما كاينين شنو؟ ما كاين لا كتب لا والو. هبطوا الطبيبه دابا حتى من 87 شحال الساعه دابا؟ حيحوا على الماجور الناس نجمعوا حاجه قال لهم واخا هبط لهم الطبيبه من الفوق عشان هبط لهم تحت من الانعاش كتكون فوق عشان هبطت هي خدامه دابا. خويا من 7 العشيه وحنا لنا في سبيطار الهروشي والاطباء ما كاينينش كنعيطوا والو والناس جوقا كاين الدراري داهم سخفاني لديورهم الدراري الصغار مشاو سخفاني الاكسجين ما كاينش طلعوا الناس ودينا كنغوتوا هادي عاد نزل الماجور براسو تما راه هو اللي كيعاون تما كيدوز الناس والناس دابا اللي كيقلبوهم دابا ما كاين لا سناطاس ما كيديروا لهم والو ها باركين كيدوزوا في عباد الله جي 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 دوز 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 صافي اللي جاي يدخلين يسولين يسولين على عقبه يقول لي سير هاك الدواء هاك الدواء هاك الدواء وراه عباد الله العالم الله شوقع بهم الوليدات اللي مشاو راه من 667 وحنا هنا باقي النوبه ما وصلتناش حنا دابا شوف شحال الساعه وباقي النوبه ما وصلتناش حنا باقيين دابا في المستشفى هنا ديال الهروش قالوا لهم مسؤولين باش يديروا واحد لهاد المشاكل ديال الصحه سير الصحه ما معاش في اليوم الوليدات الصغار الوليدات الصغار كاين اللي ازماتيك كاين اللي خاصو الاكسجين ما كاينش باش الدراري غادي يمشاو يموتوا والناس ما عندناش اللي موين الفلوس باش غادي نمشيو للكلينيكات باش غنمشيو لهادي وملي كنجيو لنا راه ما كاين والو راه كنمشيو كنرجعو كنمشيو كنرجعو ما كاين حتى شي حاجه اطباء ما كاينينش حتى شي واحد ما كاين ناس باركه راه يجيو دابا ويشوفوا ويتوصلوا خلصنا 1200 ريال وكاين بعض الناس اللي رجعوا طلعوا الفوق قالوا ردوا لنا فلوسنا نمشيو الدراري هزوا سخفان مسكين تم دار حاجه كلشي في